السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج يا من الناس، راح نكون وياكم من شارع المتنبي، راح نشوف الناس ونشوف احوالهم ونشوف اللبلبي لبلوب. شلونك حبيب قلبي؟ شلون اخبارك؟ زين والله. زين شلون اللبلبي؟ والله زين الحمد لله. والعراق؟ العراق بخير. وهسه منو طيب، العراق ولا اللبلبي؟ لا نعمه الله. والعراق هم نعمه الله. هم نعمه الله. والله هسه هذا طيب، اثنيناتهم ماكو فرق، اثنيناتهم طيبين. تعرف الشتاء يخبل شيء اكيد، خصوصا هاي السوالف اكثر شيء ياخذون ما يعرفون اللبلبي يشربون بس ماي. بس ماي؟ بس ماي حتى يدفيهم؟ حتى يدفى. انت ماياك شلونه؟ يخبل. ايش عجب ما بيه عظم هذا اللبلبي؟ لا ما اخليه يلعب. ليش؟ لان يعني رتبه ترتيب العظم صارت فتره قديمه. زين هي اكو سر بالمهنه، ليش لبلبي عن لبلبي يختلف طعمه؟ شلون؟ اكو سر بالمهنه؟ اكو سر. يعني انت اليوم طعمك يجوز يختلف عن واحد اللي قدامك. شيء اكيد. ليش؟ تعتبر النفسيات. نفسيات غير النفسيه بعد. ماكو نفسيه. سر مهنه مثلا عظم، بهارات، نكهه. لا ماكو. طعم هسه بدون عظم. ستاو زايد. وقف لك واحد وخلي يشوف طعمه. شلون يعرفوا طيب؟ مالح لو حامض؟ لا انا اخلي نسبه قليله، ما اخلي هواي ملح. لان يجينا بالضغط ابو السكر. زين شلون تعرفها زينه اللبلبيه؟ تعرفها لازم؟ لا. ازم الحبايه هيك واخليها بيدي. لا ما ابي جعصتها مردت هاي خوش عبارة. يعني هاي زينه. واذا ما اجت؟ واذا ما اجت نعيد النار عليها، نزيد النار. لازم نزيد النار. لازم. ايش قد صار لك هنا؟ اني يعني كم فتره؟ كم سنه؟ تقريبا يمكن 10 سنوات. هذا المكان؟ هذا المكان. لبلبي. وبالصيف؟ بالصيف ابي استنجبي. اسكنجبير، انت نفسك ابو الاسكنجبير تعرف هنا؟ بس تغيرت العربانه. لا نفس العربانه بس الجلاد مالتها والترتيب الصبغ. ترتيب الصبغ. شوف هم هسه بالعاده المرطبات ايس كريم وغيرهم. شكي. بالشتاء بالصيف يبيعون ايس كريم. يبيعون. بالشتاء من يجي قلبه يسوي زنود الست وحلويات. زنود الست وحلويات. انت هنا اسكنجبير بالصيف. لبلبي بالشتاء. بالشتاء. لح افتح منا 15 يوم. شلغم وباقله ولبلبي. شلغم وباقله ولبلبي، بس وين ماكو لازم غير. لا اسوي زرف هسه مسوي انا عندي. زرفات اشيل الجلاد اخليهن، كل واحد طشت الواحده يجون ياها. هاي الصينيه تجي ستاندر لو انت مسويها؟ لا انا مسويها. جدر احتياطي. جدر. جدر احتياطي. جدر. اشيل الحواف مالته. ايه؟ قص الصينيه دق. حلو. بس ساعه تفتح؟ بس ساعه تعزل؟ افتح بالستة الصبح اعزل. الصبح يومين. يومين. ايه؟ لان لو فتح بالعشرة بالدعش ما استفاد مني ما كل شيء. صح. كيف ساعه تعزل؟ والله ويا العالم يعني. مرات ابقى للوحده للثنتين. هسه اليوم جمعه. نعم. كيف ساعه تعزل؟ ابقى للثنتين. اليوم ما نفتح الصبح اكيد. لا نفتح الصبح. صباحا بالعشرة؟ نفتح. خلص انا كان اللي جاء. زين. لحد ما تخلص اليوم تعزل؟ اي. عندي وجبه بعد لبلبه بدي يسوونه. زين. شوية هاي الحركة صارت حلوة بالليل. بالليل هي أكثر شيء بالنهار، بالنهار ما يطلعون بس بالليل. الليل حارة والناس الجمعة تفتح. شيء أكيد. شيء أكيد. مو؟ هاي كلها مع هاي كلها معاملي كلها تاخذ مني. لبلوب. لبلوب بعانا ترسل الجيوب. لب شلون بالله الهوسة ما؟ لبلبي يا لبلوب. إيه؟ بعانا وترسل الجيوب. بعانا وترسل الجيوب، مو هاي أم حسين؟ لا لبلبي قل لأم حسين. قل لأم حسين خطط بخزين. اي مو عالوتش قل لأم حسين. عالوتش خطط بخزين. بس هم العراق يعني يحاورونهم يعني بدي. شوف انت تحسسني مشجع. انا خادم. انا اشجع الريال مدريد. لا بالعراق. بالعراق؟ ايه. شجع. جوين بين. لا زوراء. 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 هم هوست على المدرج؟ انا ملعب الشعب هم. زوراي 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 تشجع. زين اتمنى لك التوفيق والسلام، وان شاء الله يا رب نجي المره الثانيه نشوف ندنك هم ان شاء الله. يلا نشوفك بخير. شكرا. هلا هلا بتدق لوتات. هلا بخيالها عصاب شيء. قوم قوم عوف الدقاره قوم. شنو يعني خلصت بعد ماكو لازم تبيع بس تشاتشي؟ هاي بالات ادوات بالات كامله. تعب والله سولف دبين. تعب. شلون بالات؟ بس هذا البال كله بال. كله بال. اي والله سكين هاي. هاي ما ليش هاي هاي يجيك مثل تستخدمها للقاص هاي كله ماركه مختومه. فالين مو نفس اللي هسه التجاري. تجي عاديه. هسه فرقها على التجاري شنو؟ قطع اصليه يعني مثل شوف هاي صاب كامله السلام. بالتجاري هاي ابيعها باربعه. باربعه تالا. والجديده بيش؟ ما تعمل بالجديد. ما تشتغل بالجديد. اي زين. لا
لان هاي نوعياتنا شوي احسن من الجديده. الجديد تجي خفيفه تنكسر بساح نوعيتها مو زينه مو عمليه. اي لان جماعتنا يستوردون الاشياء القديمه. وشنو الزين الموجود هسه بال هاي؟ شنو هاي؟ هاي هي تطلع قطعه صح الدوار هاي مال جراندايزر. شلون هاي هسه غير تجي؟ شنو هاي يابانيه؟ هاي ايش كم سج؟ زين شلون تفتح؟ مجرد انتيكه اسسدها هيجي ومجرد تفتح انتيكه تتعلق بالمعرض او شيء. شكلها حلو. شكلها حلو. صحن الدوار جراندايزر انطلق. ايش صار لك بهاي المهنه؟ والله هاي ان شاء الله صارت تقريبا والله حلوه. انا استكان شاي تقريبا هاي ان شاء الله صار لي 3 اشهر اشتغل بيها. قبل وين كنت تشتغل؟ قبل كنت ابيع ملابس باله لو جديد؟ لا لا جديد جديد. ليش مو باله؟ لا لا ما اشتغلت بالباله خصوصا. انت تقول ان المستورد كله مو زين. اي خصوصا هسه البالا انا فكرت انه هم فتره راح اشتغل بالقماص البالا لان تجي اشياء ماركه واسعارها مناسبه. وفي هذا المكان؟ لا لا انا الصبح يعني افتر بالشارجه. زين وبالليل؟ وبالليل اجي هنا افتح بالمتنبي. شوف هي بالعاده هسه مثلا هاي البسطيات اكو لها ايجار. اخذ منكم ابو المحل ايجار لو ما لها علاقه؟ لا لا مو حسب اذا مكان ثابت هاي انا لا افتر بالعربانه. مرتبين يعني؟ ايه مرتبين افتر بالعربانه ويعني ما اوقف على الشارع بحيث اضايق السياره وكذا. زين. ومو مكان ثابت على مود ياخذ ابو المحل ايجار او شيء. العراق شلون؟ هو تعبان. العراق تعبان ليش؟ لان شعبه تعبان. شعبه تعبان. شو يحتاج الشعب؟ انا اقول لك يحتاج ثقافه بكل شيء. يعني انا كيف هسه مثل هسه بخصوص شغلتي العمله عادي ما بيها شيء. العمله ما بيها دولار ما بيها شيء. العمله يعني بنتعاملنا على قطعه. بس من تجينا تقول لي القطعه بيها شو اقول لك ب 4000 وتقول لي مصر ب 500 دينار. لا ما توصل لهالمستوى. لا هي المشكله هنا مو منطقي يا مو ب 4000 500 يعني هي شيء يحكيها يعني. لا هذا مو الله ابو علي. زين شغله ثانيه الكل اهل البسطيات يعانون منها خصوصا اللي بيها شغلات من دول الفقريات. انا سلمي. يعني مثل با يعني شغله ب 5500 ما تصير. كان سلبها ببلد. هسه جيت انت اخذت هاي القطعه ماشي قلبتها ما عجبتك. زين انت غير اخذتها من هذا المكان. زين ما رجعها ذبحها. شو مال رئيس هسه هي المشكله هنا. ايش مال عادي ما يباوع. لا ما ترهم ايش. زين شو تسوي؟ اتمنى انه يغيرون ثقافتهم انه يحس بالعامل. بس مو كل الناس هيك والله صراحه. الاكثريه حاليا والله. زين ابد يعني عبالك انه جايب البضاعه عبالك بايقها؟ لا لا والله ما مسوي. الحمد لله صار لك سنوات بهذا المكان. انا من الكوت. اهلا وسهلا على راسك حبيبي الغالي. بس صار لي 7 سنوات هنا. انا رعايه عندك؟ لا. راتب؟ لا. ليش ما سويت رعاية؟ مالتي ايش؟ وهسا الخريجين ما محصلين تعيين. زين بس ما يخالف الرعاية اخذ بها حقك يعني طبيعي الموضوع. انت يا مواليد؟ انا مواليد 2000. مواليد 2000 يعني عمرك 23 سنة. ايه بعد بيك مجال. اي وثاني سالفة الرعاية اشوفها انه ايش قد يطول 350 400 الحمد لله وشكرا يعني اشتغل والحمد لله وشكرا. الله يزيدك. غير احتمال محتاجه. اي غير احتمال محتاجه ممكن. اي صح. اي وبعدني بشبابي يعني اقدر اشتغل واطلع فلوس وهاي. اتمنى لك التوفيق. الحمد لله وشكرا. ما تقول لو نجرب اشرحك. شكرا جزيلا صديقي. التوفيق ان شاء الله. نعم مشاهدي الكرام بالتالي هنا الاجواء مثل ما تشوفوها الناس يعني تعودت بهيك اجواء كل يوم الجمعه انه مساء تجي الناس هنا وتغير جو. خو ما شايل سكينه؟ لا مو برد. مو برد؟ مو برد. شريته من ناس. بيش اشتريت؟ بلف. بلف؟ بلف. بيش استمتع عليه هذا المبرد؟ بلف. بيش تتبيعه؟ يقول لي ب2000. يصير هيش يعني نص العمله. ها مساعد ب2000 بعته بلف؟ بلف. ولو انت بيك مشكله لو انا اكو مشكله. لا انا قلت شنو؟ جاني الولد ابو البسطيه صاحبي قال لي بيش هالمبرد. قلت له ب2000 بس لان صاحبي ابو البسطيه. قلت له اخذه بفلوسه بلف. قلت له اخذه بفلوسه بلف. فاجى الولد قال نفس ما بعت له بيلي. يعني صرف لك بلف؟ خير بس الحمد لله. شلونك؟ والله الحمد لله. انت مداوم؟ اي والله مو؟ وسويت 3000 يمكن.
واسود باوع يعني يدري يدري هو يدري اسود 3000 بس ماخذه ملل. يلا بالعافيه عليك. بيع مترو بيع بيع اللي قدام هناك. والعب اللي عليه. شلون وضعك؟ الحمد لله. والله انا من محمود جاي. اهلا وسهلا. احنا ان شاء الله اليوم عندنا جيد. والله جيتني هنا نرجع ايام الماضي يعني بس. الله تعال تاخذني تعال. ايام الماضي. اي والله. كنت ماخذ على الشارع خاوه. لا مو سجاجين منا. لا. وصاير كنت اجي بالثمانينات يعني اجي هنا اتوضع يعني. تشتري؟ اي اشتري. زين ما ابغى تاخذ خاوات. لا خواتي. زين. فقمت ارجع. يعني عندي حتى جماعه وياي بالعسكريه وصلت لهم يعني خانقين وبالبصره وبالديوانيه رحت لهم. زين هذا العمر يعني من تكبر تبدي تحن؟ ما اعرف. توصل الاربعينات الثلاثينات؟ لا مو احن يعني الخوه النظيفه احنا جيل الطيبين. جيل الطيبين. انت طيب؟ اي جيل الطيبين. وين كانوا هذول بالجيش؟ بالجيش وياي بالبصره للشمال. من البصره للشمال جبناها. من هناك جبتوها؟ يعني احنا خطارنا جيلنا خطار ترى. سبعة أيام وثمان وعشرين يوم هناك. يعني ستة يومين تجينا؟ لا مو يومين. كل جمعة؟ كل جمعة كل بين الجمعة والجمعة. حنين والله حنين. أرجع أيام. شوف الدمعة بعينه بعد بس أضغط عليه يبكي. إي والله. يوم ولي؟ مانا ستين. مانا ستين. شنو شغلك هسه؟ كاسب. 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 تاكسي عندك تشتغل؟ لا مو تاكسي، أنا عندي سيارتي ذيك وأنا واقف. إيه؟ بس عندي فرن مال مخبز. خباز. محمودين؟ ها؟ حلف انت؟ الحلفي لا مو الحلفي، الحلفي صديقي. مو الحلاف ماخذيها بلاها ملاك صديقي. حي السلام. اي صديقي. زين شغلك شلون هناك؟ الحمد لله. شلون هالمحمودية؟ خير. بدأت مو الكثافة؟ خير خير. يعني مو متوقع يجوز قبل 10 سنوات سكانها محدودين. صح. هسه اليوم يمكن تطور 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 تطور. بغداد عبروا المحمودية كربلاء. هم بغداد قاموا يجون علينا. صحيح؟ وست فاطمة ام البلدية تشتغل. زين. تبيض كل الاحياء والشوارع كلها تبيض. يعني اهل بغداد قاموا يجون يمنا. صعدت الجيعان. لا تحكي بيها. لا تحكي بيها. يعني القاعه من 5 ملايين صارت ب 100 وشويه. لا تحكي بيها. 100 وشويه. 100 وشويه والله. ايش عندك هناك؟ عندي خير من ربيت. يعني الله الله يعمره ان شاء الله. الله يعمره. يعني قاع ب 28 مليون اخذها صاحبي صفوي. وانا اخذت قطعتين. زين. اخذها ب 28 هسه دفعوني 120 يبيعها. زين هذا الشيء صح ولا مو صح؟ لا مو صح. اللي جاي يصير. لا مو صح. مو صح. مو صح. شلون لازم يعني نعدل هاي الاشياء؟ هاي الحكومه بعد. ترى 120 مليون مو شوي. ايه هو اخذ 28 يعني اشتريت منها ب 1000 يعني زياده. يلا يصير مليون. ايه ايه صحيح. ما ترهم. لا ما ترهم. زين الانتخابات جايه. ايه. شنو تحتاج المحموديه؟ بغداد شنو تحتاج؟ هي الخدمات. خدمات. امشي الخدمات والامان. الخدمات شلون؟ بغداد؟ هاي الفترة أنا رجعت. المحمودية أحسن من بغداد. ممكن. إيه. ممكن. أنا أقول لك. زحامات. ناس. لا 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 الحمد لله كثافة سكانية. زحام. زحام. ما تقدر تعيش ببغداد؟ يعني أنا نبات ما أقدر أجي بغداد من وراء الزحام. أنا ضد من الزحام. ما تحمل. أروح على الجنوب ما في زحام أحسن. إيه. زين. ما أجي على مود الزحام. الانتخابات راح تشارك بها لا؟ والله. تنتخب؟ لما تنتخب. هسه احنا مو قلنا نريد نغير ليش ما تنتخب؟ المن تنتخب يعني وانا جاي اسال روح دور هسه بسوي لك دعايات وهاي وبس من يصير ما حد يشوفه. ما حد يشوفه. هذا هذا الطابع بقى عندنا ما تغير. يعني هسه الثقه ما شويه تحسنت بين الحكومه وبين المواطن؟ ما يسوي لك شيء الحكومه، ما يسوي شيء. الحكومه ما قاعد تسوي لك شيء. يعني انا هسه هالخدمات انا قد ما عمري فوق ال 50 زين راتب برعايه ما عندي. تقاعد ما عندك؟ ولا تقاعد. يا بطلع على الرعاية يقول مرتك موظف ادري انا راح اقول لمرته الطيني يعني اكو رجال يقول لمرته الطيني. هي هاي القوانين شويه قانون يعني مرتي موظفه. قوانين قانون الرعاية والله العظيم ما فد يوم مرتي قلت لها طيني دينار. لا طبعا ايش عيب؟ عيب يعني هم مش يفكرون بها؟ ما يصير عيب. وشلون عايز؟ هاي طق منها ومنها الحمد لله. سيارة؟ وسيارة وخبز قلت لك وهاي. سيارة وخبز. الحمد لله. شغلك ماشي؟ الحمد لله. الحمد لله. بس هي على اقول لك على الرعايه يعني ما يصير هيك شيء. هاي الناس يسمعوك. اي يعني يعني اقول المرت الطيني يعني هي المفروض تاخذ من عندي. لو انا اقول لها الطيني. صحيح. ما يصير هيك شيء، عندي جهال انا ما عندي 9 جهال عندي. عندك 9 جهال. الله يخليهم. الله يسلمك. من قال لك خلوا فيك اذا ما. لا خير من الله. يعني مسكين. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله والشكر. عمر راح مريض. حتى خلص 12. الله يزيدك. 12 خلص. الله يحفظهم لك. عادي الحمد لله. الله المهم انت ما مقصر. عاشت الايادي. ما مقصر يعني. بالتوفيق. هاتي. ان شاء الله تشوفك بالمره الجايه انت واصدقائك. مواليك. تسلم حبيبي. نعم مشاهدينا الكرام. يعني حلو من انه ذيك عمر يحن لذيك الايام يجي يحاول يوصل هنا ويتردد.
شلون اخبارك؟ الله يسلمك. زين؟ الحمد لله. تشتغل؟ كل ما سموني. ها والله. هذا قبل شوي هم خباز. اي. بس مو حلف. تحلفي؟ ها؟ حلف انت؟ لا خبازي. ليش الحلاف مسيطرين على الافران؟ ماخذيها فلاحه ملاش، شكو فرن تلقاه حلف صح لا هو حلفي حلفه عماره عمري. عمري؟ اي. هم مسيطرين على الفران. مسيطرين عليه. وتروح توصل وتجي غير؟ وين الفرن مالته؟ بالفضل. تجي هنا؟ اي. اكو مطاعم هنا توزع لهم؟ اي موجودين. بس على المطاعم غير؟ بس على المطاعم. يلا بالتوفيق. حبيبي. سمو زين عليه. حبيبي. شوف القعده بس تعال يمك. الله 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 الله. شلون اشوفك؟ شو اخبارك؟ تفضل لهنا. شنو هاي القعده هنا؟ الله يبارك. لا والله هاي اول مره اجي لي جاي. اوه اي والله. فرصه سعيده. قلبك حبيبي. تعجب اول مره. والله جيت على ابن خالتي. اي صار لك هواي ما شايفه؟ صار لي هواي ما شايفه. شو هسه المتحدث الثاني جاي يقول جيت على اصدقائي على ابن خالتي هنا ملتقى صاير؟ اي صحيح. هو اكثر من ملتقى هنا بهالمناطق. ليش؟ منطقه شعبيه وحلوه. فعلا أي. والاشياء اللي بها اشياء حلوه الناس مثقفه. فعلا اي. حتى رخيصه هنا باقي. اي ارخص شيء هسه هي المناطق. اي صحيح. شو تشتغل؟ حداد. انا حداد. والنعم فدوي قلبي. زين الحدادين هم اكو ناس مسيطر عليها الحداد ولا لا؟ هسه عن الافران تحياتنا يعني. اي اكو اكو حسب يعني اهل المهنه هم باعتبارهم قديمين والافران لهم. زين الحداد الحداد هم لها مثلا صناع مهنه. اي اي صحيح. كل شغله لها مهنه. من البوب وحاد الشبابيك. الجملونات بغداد. بغداد خارج بغداد عادي. حديد صاعد مو؟ اي الحديد صاعد. قد صار لهم صار؟ صار ايه الدولار مصعد الدولار. ايه. يصعد ينزل الدولار ينزل ويا الحديد. بس سعره ايش قد يعني صاعد ارتفاع عالي لو حسب ايه لا الحديد كان كنا الراطه ناخذها ب 9 هسه صارت ب 16. كم انت هاي؟ انجين 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 ونص. اي حسب هسه ب 16. هسه ب 16 ضعف. اي ضعف. اي ضعف مو الدولار صعد. والناس يعني هسه استيراد كل استيراد الحديد مو تقول يعني مصانعنا تشتغل صح. زين البيت مثلا قبل بش قد كنتوا تطلعون تكملون؟ قبل كانت اي تختلف. كانت قبل تختلف هسه اهميا تختلف. يعني هسه ايش قد بيش تاخذون البيت؟ خلينا فرضا 100 متر يعني بيت كرفان؟ لا بيت يعني شبابيك وهاي حسب القياسات. اي حسب القياسات حسب الحديد اللي يريده. هم غالي يعني حسب هم سهل البيوت تدورون اذني الالمنيوم الجاهز. لا حديد الجاهز يعني شبابيك جاهزه ما يدورون. اي سوقي هذا. هذا يختلف. يختلف طبعا سعره يختلف. السوق انت تعرف الحديد يفرق. ارخص ارخص هواي وحديده خفيف كلش ما يتحمل. اي وين من يجيب له شباك يضل عنده فد 6 سنوات 7 ما يزنجر. وين يجيب له شهرين 3 يزنجر. من شبابيك من الستينات مبنيه رحمات على واجب. الان بعت البصبق. اي بصبق. اي صحيح مو؟ اي صحيح. يختلف يختلف الحديد حسب النوعيه مالته. التجاره سيختلف. اي اتمنى لك التوفيق. في دواي قلبك وان شاء الله يا رب بايت الرزق عليك. في دواي قلبك معدل مهندسين الحين. نعم مشاهدي الكرام يعني ابو القاص شلونك؟ والله واقف وقفه. شي شكل قدوته مسوي؟ ليش اللفت بحب؟ ربع؟ بألف ونص. بألف ونص؟ وشي شي شكل قدوته كاش؟ ايش تسوي؟ ليش بألف ونص؟ خلاص غير خلاص. ليش مو بألف؟ والله بألف ما يصرف. اه. اي والله لان هو مشتراته ب 97,000. الشيش؟ اي. كم كيلو تسوي؟ مو سوى. يعني؟ يعني يطلع بال 30 كيلو. 30 كيلو. 30 كيلو وين يوصل تقريبا؟ يوصل ليجي. اه. فتح من الصبح. من الصبح. زين؟ اي. بس ساعات عزل؟ والله مو حسب يعني. حد ما يخلص؟ اي الحد ما يخلص. مرات ب 9 مرات ب 10. لا ما بعيد. ودابات؟ لا دابات شيلوا شمره. شيل الشمره. اي مو مال تحمل. مو مال الواحد ياكله. مو صح؟ طبعا. لازم يبقى انه جوده وطعم. اكيد طبعا طبعا. على مود لا يخرب لا يصير بيه ريحه. على مود هذا الشيء. تسجيل مش وقت هنا؟ من 9 الصبح. لا ايش صار لك هنا بهالمكان؟ ايش كم سنه؟ والله ما صار لي اسبوع من فتحت. هاي السكينه شفتها قبل شويه. هاي تجاريه مشتريها انت؟ اي. هاي مو بالغه؟ لا لا مو بالغه. هاي اكو وحده صغيره هناك زينه. اي نوعيات. نوعيات. واحنا ناخذ القص على مود الخفه مالتها. لحم غالي مو؟ طبعا غالي. ليش الكرتونه؟ مال الصدر. الكرتونه مال الصدر يحسبونها على الكيلوات. يعني انت من تاخذ قص 20 كيلو يطلع لك ب 47,000. 47؟ اي. يكلفك شحن بعد.
الشحن مالتها والغاز والغاز زين متعزز انا وين توديهم؟ والله نام ماجري لهم مكان وخليهم. هذا المكان ما ماجري؟ لا لا بس زين الصبح وين تفتح من هنا؟ لا الصبح ما فتح انا عدل لان اكو ناس ومحلات بالضبط اي اخوان ما نقطع رزق العالم واحنا ما نترهم اي طبعا اي فشلون تتعاملون هنا؟ طيب ايش وقت ما بس بالليل؟ ايه لا مو بس بالليل احنا نجي بالعاشره نرتب مالاتنا عشان الصبح؟ اي بالعاشره نرتب غراضنا جوا بالمخزن تجهزون الشيء؟ نجهز على حسب الوصول الساعه ب 12 تبدا العالم تكب غراضها من باب المحل اي احنا نبدا نفتح يعني بتفتحون ب 12 الظهر بالضبط 12 بالوحده اي تبقون لليل؟ لليل تبني هالبغداد؟ نعم ها وين قاعد؟ بالبيع بالبيع ويوم ويا تروح اه يوم ويا روح ما وياك واحد بعد؟ لا لا بديل كذا لا ماكو بديل ماكو بديل شو تسوي؟ شو ايش وعدك تسوي؟ تسبع البرمبه يلا اتمنى لك التوفيق وايد ترى خير ان شاء الله جزيل. نعم مشاهد الكرام بالتالي انه حلوه الاشياء اللي موجوده هنا وهذا التنوع قواك الله حاج شو متاخر؟ اي والله تعجب والله صار عندي شغله متاخر متأخر ليش؟ اي والله صار عندي شغله تاخرت. اه مقضيه ان شاء الله، احنا ما نريد نعطلك، نريدك تفتح. اي والله. فان شاء الله ايه الرزق. ان شاء الله رحمه الله. نعم مشاهدي الكرام احنا متواصلين وياكم رغم ما انه شفنا الناس اللي موجوده هنا العديد من المهن اللي شفناها وايضا تعرفنا على انه الناس هنا بيت ساعه تفتح، بيت ساعه تعزل، شنو الاشياء اللي تمشي هنا خصوصا انه الله تعال تعال تعال. شلونك؟ تشرب قهوه؟ اي والله مو عيب تشرب قهوه؟ ليش عيب؟ الليل ما تروح تنام هسه بالعكس القهوه هسه حلوه ترى لا تروح تنام يعني وما تخليك تنام والله؟ والله عادي نسهر شعدنا والله تمام شنو اكلتك المفضله بالشتاء؟ بالشتاء؟ احنا بالبصره عندنا بالشتاء بالصيف السمك حلو بصراوي؟ اي بصراوي شو بتجي تبغى جاي بدايه السنه مو بدايه السنه مو احنا طلاب جامعه هنا وين الجامعه؟ بالوسطى بالزعفراني شنو تخصصك؟ هندسة هندسة؟ اي هندسة زين ويا سنة هاي مرحلة ثانية لي. مرحلة سنتين بس؟ لا أربع سنوات أربع سنوات أربع وين قاعدين؟ بالزعفراني أقسام داخلية أقسام داخلية ايه. وشون الوضع هنا ببغداد؟ لا الوضع حلو هاي بغداد لو البصرة؟ الصراحة؟ ايه؟ البصرة والله بالنسبة لك مو؟ بالنسبة لي ليش؟ مو بس لي يعني هسه الأكثرية يشوفون البصرة والله أحلى بنيا جانب من بس كورنيش حلو عندكم مو بس الكورنيش لا ناسكم حلوه لا ناسنا حلوه كورنيش كورنيش آه. ولو انا اشوف انه بغداد والبصره اكو تقارب بغداد لا هسه بغداد هي كمركز عاصمه اي هي حلوه زي. كمركز عاصمه بس زي. شنو بيها بغداد؟ تناخ ناسك طبعا اه بالضبط عرفت هسه انت كواحد كم من بغداد اذا تجي للبصره تشوف بغداد احلى والله انت شفت البصره خبل البصره اه صدق والله العظيم انا احب البصره احنا مو اقول لك احنا ما نحب لا احبها وحلوه صح صحيح بس اقول الاهلها احلى بالضبط طبعا انتم تعرفون لا يباع اهل بغداد فد شيء ناس طيبه صراحه يعني هي حالات بغداد بناسها مثل القهوه مثل القهوه لا مو مثل القهوه قهوه حالي بس مو حلوه لا لا قلت حلوه قبل شويه لا مره وايد شارب الثلاث مو انا اقول لك ليش كلنا ابو حسين لازم اجيب القهوه هنا لا فد شيء بعد المتنبي موجوده زين كم سنه باقي لك؟ باقي لي سنتين. وبعدها تروح ترجع البصره. بعدها ارجع البصره. ما رتبت وضعك ممكن الناس تستقر ببغداد؟ والله ناوي. ناوي. ناوي والله بس كافضليه هي تعيين وهالحركات يعني البصره هي الافضليه البصرة. لان شركات نحن اكثر. صح. طيب اتمنى لك التوفيق. والله غادي. يلا نشوفك بخير ان شاء الله. حبيبي تحياتنا لك وللبصره. شلونك؟ الحمد لله. زين. الحمد لله. نفاخ. وين حتى اطفال ماكو. لا وين بالصالحين. ها. شلون شغلك؟ الحمد لله على مش وقت مش وقت الله اطلع تعال هنا تعال اطلع حس على باب الله اي ان شاء الله يت الرزق والله بي ساعة تطلع يومين اطلع بالخمسة بالستة ارجع بالوحدة بالليل اي ترجع بالوحدة بالليل بيش تبيعها بلد وحدة بلد الناس تشتري مو الحمد لله زين ايش كم وحدة عندك 100 100 لازم تبيعها وترجع لا ما تسوي وايد تخلصها مشي الحمد لله لا ايش اسوي وين تفتح بالصالحين بالشقة بس بالصالحين، استراح للصالحين. من هنا لحد ساعة الوحدة. زين غير مكانك ابو ناس روح مرة. لا ما. احسن له عني. اكو معامل عندك. ايه. وحدة بلد. يلا اتمنى لك التوفيق. حبيبي. نعم مشاهدي الكرام متواصلين وياكم، خليكم معنا. شايف الكلام بالتالي احنا اليوم يعني نعرف انه المتنبي كل الاشياء بي موجوده
هاي الكرزات الحلوه الجميله اللطيفه تخبط هاي الكرزات. اشكرك رحم الله والديك. الله يسلمك. الله يعينك. تخبط. الله يسلمك. رسام مو بكرزات. الله يسلمك. مو؟ رحم الله والديك. اشكرك. اشكرك. اسمك الكريم. ابو محمد. ابو محمد، ايش صار لك بالكرزات؟ والله حصير 18 سنه تقريبا. 18 سنه؟ اي. بس كرزات؟ اي. مال اربيل؟ مال منين تجيبها؟ هي من الشمال، من الشارجه نجيبها. من الكرزات بالعاده منين يعني بالضبط؟ الشمال؟ من الشمال، تركيا. افضل كرزات شنو؟ اكل امريكي، اكل تركي، اشكال اكل. يعني الافضل شنو؟ الامريكي؟ الامريكي. ليش حب عين الشمس الامريكي غالي دائما يكون؟ غالي الحبه مالته تكون طيبه وبيها في الطعم. اي؟ اي. بس هذا اللي يميزها؟ اي. لو اكو غير شيء بعد؟ لا ما والله. وعلى مدار هاي السنوات في هذا المكان؟ اي وانا قديم هنا بالمكان هذا. بس ساعه فتح؟ يعني مو سوى. يعني صبح؟ العصر؟ لا العصر. العصر؟ أيه. تعزل بالليل؟ العصر بالليل. زين ذن وين ضمهم؟ شلون تشيس؟ عندي مكان. مو شوية تفتيحتك صعبة ولا طبيعي؟ لازم واحد يحافظ على الحاجة، يعني ذن كلنا جمعنا ضمن جو بالعربانة. تفتيحتك ايش قد تطول؟ ساعة. وتعزيلتك؟ ساعة. خمس ساعة. ها. حتى والناس هنا شلونهم؟ تعاملهم الموضوع؟ زينين وعندي معاملين. هم يعاملون هم الكيلو ذا ب 15 اعتيادي. لا لا 5 ما اعتيادي. 5 الكيلو؟ لا يعني لازم اكو عملة بيها. بس منطقيه العمله غير. أيه. انا هسه قبل شويه الاخ هنا اعترض قال السكينة بيعها ب 4 لتر ب 500 دينار. لا مبينه اسعار القرزات مبينه واللي ياكلون قرزات يعرفون اسعارهم. اي فنادرا ما تصير عندنا ان شاء الله. يلا اتمنى لك التوفيق. اهلا وسهلا عيوني. شرفتنا. انا مشاهد الكرام متواصل وياكم خليكم ويانا. شلونك كابتن؟ حبيبي الله يحفظك الله يخليك يا ما شاء الله بيكم. اليوم هسه هنا الكبادي واقفين احنا خلينا نوضح للناس انه لعبه الكبادي. لعبه الكبادي لعبه مثل ما يقول احنا شعبيه واثريه قديمه. زين. ايه شلون تلعب هاي الكبادي؟ لعبه تنقسم الى فريقين. كل فريق يحمل سبع لاعبين. واحد مقابل الثاني. مربعات تنقسم؟ لا ساحه شلون ساحه الطائره. ايه؟ بس 13 متر مو 16 متر مثل الطائره. زين. تنقسم الى قسمين احنا نقول اي وبي. كل واحد من فريق يهجم على الفريق الثاني خلال 30 ثانيه. زين. يحصل خطوط مكافئه او خطوط نقاط تسمى. لا خطوط خط بالارض. ممتاز. اذا عبره بدون ما يلزموه يحصل نقطه. زين. وإضافة إلى التاج كم لاعب الموجودين من السبعة يقدر يمسهم ويرجع بدون ما يلزموه. إيش قد صار لها بالعراق بالتحديد؟ بالعراق صارت فكرتها عن طريق البطل الدولي حميد الحمداني سنة بن 14 2014 دخلها للعراق. دخلها للعراق وبدأ مشواره. بدأ مشواره من 2015. زين. للعبة. زين. الحمد لله والشكر صار اتحاد بس هو الله يرحمه توفى بال 22. لازم تكملون المهمة. لازم نكمل مسيرة البطل الدولي حميد الحمداني. زين بالعراق هسه حاليا كم نادي عندنا انه مهتم بهاي اللعبة؟ ويا نادي يمتاز بها؟ أكثر الأندية اللي تمتاز بها هي من الديوانية. الديوانية. إيه. ديوانيه المواهب هناك مواهب كان فرق بنات والا فرق شباب ومتقدمين. زين. اي هسه كم مشاركات عندكم؟ عندنا مشاركه هسه البطوله الدوليه العربيه الاولى. وين بيا بلد راح تصير؟ هنا بالعراق. بالعراق بغداد؟ بقاعة الشعب. ليش وقت تبدي؟ باكر يمكن نهائيات. باكر نهائيات يعني بدت من يوم 8. ممتاز. وهي تتاخر؟ هي تأخرت لأن 10 دول مشاركة. أبرز هاي الدول؟ أبرز هاي الدول هي لبنان، سوريا، الأردن. ممتاز. العراق. بعد مستضيف. بعد العراق وشلون احنا نقول هسه الناس بالعراق ماخذ عليه فكرة بأن هو شلون البرازيل بالعراق. من موريتانيا الأخ.
مرحبا بكم. الامور طيبه ما شاء الله الحمد لله. شاركتوا؟ شاركنا كمدرب في دورة تكوينيه. انا حضرت دورات تكوينيه وتدريبيه. زين الحمد لله. شلون اجواء البطوله هناك؟ ما شاء الله البطوله كانت اجواء جيده. مستوى التنظيم كان عالي الحمد لله. زين. ومستوى الفرق المشاركه كان جيد. تعرفنا على قوانين جديده في هذه الرياضه. ايش حصلتوا؟ ايش راح تحصلون؟ احنا كموريتانيا اول مره نشارك. اول مره نشارك في هذه البطوله. كل التوفيق ان شاء الله. نعتبرها رياضه، ما زالت رياضه جديده علينا، وان شاء الله نعمل على تطويرها بالتعاون مع الاخوه العراقيين والاخوه. زين، شنو يحتاج الى هاي اللعبه مثلا من مميزات باللاعب؟ تعتمد على الموهبه، على البنيه الجسمانيه؟ اساسا على الموهبه وعلى الحضور الذهني. لازم المشارك يكون حاضر ذهنيا ويكون خفيف ويكون سريع الحركات. ممتاز. يعرف كيف يتحرك وكيف يباغت الدفاع. ممتاز. هذا رئيس الاتحاد. الاتحاد شلونك؟ عليك السلام. شو اخبار؟ زين. يلا بالتوفيق. بالتوفيق ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق. زين، تفضلنا ست. شلون ست؟ مدربه لاعبه؟ لا، مدربه من سوريا. الوطنيه للسوريا. اهلا وسهلا. ايش قصه هاللعبه هاي بسوريا؟ اولا هسه طمنينا عن الوضع بسوريا. الوضع تمام الحمد لله. يا الله ان شاء الله تمام. لها اللعبه تقريبا من 2017 2018 حضرنا للدوره التدريبيه والتحكيميه ببغداد. نعم. ونزلنا على سوريا وباشرنا فيها. هلا في عنا تقريبا خمس انديه او خمس محافظات بسوريا عم تلعب اللعبه. نحن اليوم مشاركين بنادي قدسية ببطوله الانديه العربيه الدوليه. هاي الزياره الاولى لكم للعراق؟ لا، زيارة ثانية كوفد سوري بمثل سوريا بلعبة الكبادي. بس زي. أول زيارة أو أول مشاركة لنا بسوريا بلعبة الكبادي. هاي أول مشاركة. بالضبط. إن شاء الله بالتوفيق. يعني جاي نشوف. هم دخلوا دورة بال17. نعم. هم ضمن الدول العربية صارت هنا ببغداد وشاركوا. فهسه حاليا مشاركين كلعب عندهم. نعم. كلعب عندهم. كلعب يعني يلعبون. زين. كابتن للعراق. يعني حبيبي للعراق. شلون حضور العراق بالكبادي؟ حضور العراق كان كلش مميز كلاعبين وكحكام وكإداريين. حاول نقل صورة جميلة للوفود العربية القادمة للعراق عن رياضة الكبادي وعن الأجواء البغدادية الموجودة، وإن شاء الله نكون قد المسؤولية ونرفع اسم العراق إن شاء الله. كابتن أنا تعال رئيس الاتحاد السوري بلعبة الكبادي. ممتاز. تمام. شلون هالبنية التحتية هناك؟ الحمد لله كل بخصوص تمام. اللعبة ممتازة يعني قاعدة جماهيرية. احنا حاولنا نأسس اللعبة من 2017 لما جينا على العراق، عملنا أول دورة مع البطل الحمداني الله يرحمه، وهو كان له الفضل الأول لتأسيس لعبة الكبادي سواء بالعراق أو عربيا، لأنه هو أسس أول تأسيس اتحاد عربي كان عن طريق الأستاذ الحمداني، كان تأسيس اتحاد عربي لسبع دول. والحمد لله اليوم منتوج تعبنا السابق كلياتهم بأول بطولة عربية للأندية العربية بالعراق. زين، ليش اختاريت المتنبي اليوم بالتحليل حتى تجون هنا؟ والله من حسن حظنا نلتقي فيكم. أهلا وسهلا. لا يعني هاي الأجواء. الأجواء كانت كثير كثير حلوة. باب الحارة. تقريبا باب الحارة، تقريبا شارع الثقافي، شارع العلم يعني بدنا نعتبره، جينا نتعرف على المعالم العراقية يعني، والحمد لله أمورنا كلياتها بخير. يلا أتمنى لكم يلا. التوفيق إن شاء الله وكل التوفيق. إحنا من خلال شاشة مالتكم. أول شاشتكم ندعوكم لحضور النهائي. شو وقت الختام؟ إن شاء الله باكر. إن شاء الله حاضرين. إن شاء الله. بالساعة. تقريبا ما اعرف الوقت، بس عندنا سباقات الصبح والعصر هي النهائي. القنوات الاعلاميه الاعلام العراقي الرياضه بالتحديد غطى البطوله اللي شفته استاذ علي رياح. زين. بن سبورت. نعم. والباقي احنا التهينا لان كحكام تعرف ما نعرف نشوف الاعلام فعلا. ونحددها اجت الحره سوت ويانا لقاء. نعم. الشرقية العراقية. زين. فاحنا يعني حضور إعلامي جيد إن شاء الله. ممتاز. خاطر ننقل صورة العراق مترأس على هاي اللعبة عربيا ودوليا. ودوليا. بالتوفيق. وعضو بالاتحاد الآسيوي والعالمي. بالتوفيق إن شاء الله. للجميع إن شاء الله. شكرا جزيلا. ومنون من عندكم. بالتوفيق. حبيبي كابتن. حبيبي. نعم مشاهدي الكرام، بالتالي يعني مثل ما شفتوا أنه اليوم العراق بدأ يحتضن العديد من البطولات سواء على الصعيد الرياضي وأيضا
على صعيد الأنشطة الأخرى أنه اليوم العراق بدأ يستضيف العديد من البلدان، العديد من النشاطات، وهذا يدل على شيء، يدل على أنه العراقيين أبناء الوطن اللي يعملون وبشكل متواصل من أجل نقل الصورة اللي يستحقها العراق. ختاماً تقبلوا تحياتي وتحيات قادة العمل، إلى اللقاء.